حج 2020 عرف بالحج الاستثنائي نظرا للشروط التعجيزية التي وضعتها السلطات السعودية، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا آنذاك، الأمر الذي منع الكثيرين من أداء مناسك الحج. إلا أن سنة 2023 تعد سنة خير على الحجاج والمعتمرين، خاصة بعد تعديل في بعض الشروط السابقة من طرف وزارة الحج والعمرة السعودية. البشرى الأولى عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وبدون أي قيود على العمر. تعديلات وتغييرات بالجملة جاءت لصالح المعتمرين والحجاج هذه السنة، أبرزها تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريال سعودي إلى 29 ريال، لكن الفيدرالية الوطنية للفندق والسياحة وصفت ذلك بغير الكافي. نرجع فقط للتأمين، لتخفيض التكلفة التأمين بالنسبة للتأشيرة. نشكر كذلك المملكة العربية السعودية على ما قامت به من تخفيض، ولكن ليس بالكبير ولا إنه ضئيل. هما كذلك لازم يخفضوا أكثر أشياء، لأن الحاج الجزائري هدفه هو أداء مناسك الحج، وهو مرتاح في التكلفة المادية. أهل الاختصاص من جهتهم اقترحوا الاتجاه لاستخدام النقل البحري عوض الجوي كاقتراح ابتدائي لتخفيف تكاليف الحج. كرئيس مدير العام وكرئيس الفيدرالية من وزارة النقل كذلك ومن الحكومة الجزائرية، مع أننا لدينا باخرة كبيرة تحتوي على أكبر عدد، نقترح أن يكون النقل البحري للمعتمرين وللحجاج، وهذا وخاصة للحجاج، وأكرر وخاصة للحجاج، وهذا تخفيضا لتسعيرة التذكرة، لأن التذكرة هي الذي تترك سعر الحج وسعر العمرة كبير. مهما اختلفت الأجناس والألوان والبلدان، يبقى أداء شعيرة الحج حلما يراود كل مسلم، إلا أن التكاليف الباهظة لهذا الركن يصعب ويؤخر من أداء خامس أركان الإسلام.